هنا مكان تدريب القراء، هنا في لجان ارشاديه، فيها مجموعه المقامير اللي بتساعد المامورين على معرفه مدى كتابه الاقرار، اسعار الضريبه، اي استفسار خاص بالاقرار الضريبي. والحضرتك بتعمل ايه هنا النهارده في مأمورية الضرائب تاني مدينة نصر؟ تسأل يا رسالة. مش انت حضرتك ممول؟ دي مجموعة مأمورين بتساعد المأمورين. انا مشيت من ايديك شو بيصور مفيش مواطن جاي يمضي اقرار او يمول مبسوط وانت بتعمل اقرارك الضريبي بنفسك لا بجد من قلبك مبسوط يعني طب حد زعلك حد قالك كلمه ضايقتك طب تقريبا اقرار حضرتك يعني هيدخل كام للضرايب اقرار صفري تمام كده هل في اي مشكله في تقديم الاقرار الضريبي حضرتك راضيه عن المعامله راضيه عن حسن الاستقبال القانون نفسه كويس بصراحه معاملتكم كويسه جدا تمام الف شكر لحضرتك وحضرتك شايف المعامله كويسه ولا والله المعامله كويسه والناس شغالين لبعد الساعه 2 عشان يفتح عليك تمام